هل يجوز أن أصلي في المسعى وهناك نساء ويكون الاختلاط؟ صل مع الرجال، إذا فيه رجال صل معهم، وإذا كان ما فيه إلا نساء لا تصلي مع النساء. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز الوصية لابن الابن؟ إذا كان غير وارث لا بأس، القريب غير الوارث لا بأس بالوصية له، فابن الابن إذا كان محجوبا عن الإرث لا بأس. نعم.